بينما تتصدر الناصرية مدن العالم بدرجات الحرارة المرتفعة، تتراجع ساعات تجهيز الكهرباء، وبذلك ترتفع حركة الاحتجاجات فيها. أمام محطة الناصرية الحرارية يعتصم هؤلاء المتظاهرون منذ يومين، منحوا مهلة للحكومتين المحلية والاتحادية لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة عبر جملة من المطالب، يقولون أنها شروطهم لإنهاء الاعتصام أو الركون إلى خيارات تصعيدية، ومهلتهم تقترب من نهايتها. ها هم أبناء محافظة ذقار هبوا من أجل تحسين واقع الكهرباء في محافظة ذقار، وأن تستقر حصة محافظة ذقار 1800 ميجاوات، وأن يتم إنشاء محطتي كهرباء لهذه المحافظة المعطاة. ونحن كأبناء محافظة ذقار نطالب أن يتم تحسين واقع الكهرباء، حالنا حال البصرة 23 ساعة، وإلا هاي نومتنا هنا أمام محطة الطاقة الكهربائية. ورغم إعلان الإدارة المحلية موافقة وزارة الكهرباء على مطالب المتظاهرين، فإن المتظاهرين مددوا اعتصامهم معلنين عدم الانسحاب إلى حين التحقيق الفوري لمطالبهم بزيادة ساعات التجهيز في أقل تقدير، فضلا عن ضمانات حقيقية لتحقيق المطالب الأخرى. أما في وسط فدرجات الحرارة التي كسرت حاجز 50 أجبرت المتظاهرين على الاحتجاج ليلا، لعل صوتهم يصل الوزارة كما أوصلته ذقار. 400 ميجاوات فقط حصة المحافظة من الكهرباء رغم إنتاج محطاتها البالغ 3000 ميجاوات، وتحت ظروف قياسية حصة متواضعة دفعت مواطنين هنا إلى الاحتجاج أمام مديرية كهرباء واسط مطالبين بزيادة حصة المحافظة، وخاصة بعد سماعهم بما تلقته ذقار من وعود بتحسين واقع الكهرباء استجابة لصوت المحتجين. صراحة واسط تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة واللي هي محطة الزبيدي، واسط محرومة من الكهرباء مثل باقي المحافظة. بس خلينا نكون واقعيين، ناصرية ليش رجعت كهرباتها أو تحسنت؟ لأن طالبوا بحقهم. إحنا الكوت هم راح نصير نفس الشيء. المحتجون توعدوا بنقل الاحتجاج إلى محطات الكهرباء في الأقضية والنواحي إذا لم تستجب الوزارة لمطالبهم في وقت تحتاج فيه واسط إلى 1500 ميجاوات لتسد حاجتها من الطاقة.